بروفنس M134. هل يبدو لك هذا السلاح مألوفاً إلى حد ما؟ حسناً، هذا صحيح، وتلك في الواقع ليست مصادفة، وذلك لأن هذا السلاح قد ظهر بالفعل في عدد من الأفلام والألعاب، على سبيل المثال أفلام Terminator و Fast and Furious و Resident Evil وغيرها من الأعمال الشهيرة. يستحق هذا السلاح الكثير من الاهتمام، وذلك لكونه رائع بحق، حيث يصل مدى تأثيره إلى 3600 قدم، أما نطاق القمع فيصل إلى 426 قدم. يبلغ معدل الإطلاق حوالي 6000 جولة في الدقيقة، بينما تبلغ سرعة الفوهة 2800 قدم في الثانية. تم ابتكار الموديل السابق لهذا السلاح على يد المخترع الأمريكي ريتشارد جاتلينغ، والذي لم يكن في ذهنه سوى فكرة واحدة فقط أثناء ابتكاره هذا السلاح، وهي تصميم سلاح سريعا للغاية لدرجة تجعله قادر على حل محل جيش كامل، وبالتالي تقليل عدد الخسائر على أرض المعركة. الجدير بالذكر أن النموذج M134 الظاهر على الشاشة الآن يعتبر هو الأكثر تطورا مقارنة بالنماذج الموجودة حاليا. IWI Uzi Pro. نقدم لكم نسخة معدلة من سلاح أوزي، وهو عبارة عن نسخة صغيرة مدمجة مع بيئة عمل محسنة ودقة متزايدة وقضيب بيكاتيني، وهذا الأخير يسمح بإرفاق مجموعة متنوعة من المصوبات بجهاز الاستقبال. يمكن إطلاق الذخيرة بواسطة هذا السلاح إما في صورة رشقات نارية أو طلقات فردية. يستخدم السلاح طلقات من نوع 9x19 المعززة القادرة على الاختراق، ويصل معدل إطلاق النار إلى 110 طلقة في الدقيقة. سيلنسر كو ماكسيم 9. في المؤسسات المختصة بتطبيق القانون وفي مؤسسات القوات الخاصة غالبا ما يستخدم نوعان من الأسلحة، وهي الأسلحة المدمجة المموهة والتي عادة ما تصدر الكثير من الضوضاء، وكذلك الأسلحة ذات كواتم الصوت والتي من بين عيوبها ضخامة حجم وزيادة وزن اسطواناتها. ومع ذلك فإنه في العام 2017 قدمت شركة أمريكية السلاح ماكسيم 9، والذي يعتبر هو أول السلاح من نوعه في العالم له مميزات الأسلحة متوسطة الحجم، وفي نفس الوقت يبلغ طوله أكثر من 10 بوصات ونصف. يحتوي السلاح على كواتم صوت مدمجة، ومع ذلك فهي لا تزيد من حجمه. يطلق السلاح ذخيرة من نوع 9x19، كما يمكن استخدامه مع خزنة جلوك 17 أو جلوك 30. سعر السلاح $1500. FN-509 Compact. في عام 2019 عندما تم تقديم هذا المسدس لأول مرة، وصف بأنه أصغر الأسلحة وأكثرها ملائمة للتمويه في الأسواق. يبلغ طول السلاح 7 بوصات تقريبا، بينما تبلغ سعة الخزنة 12 طلقة. يستخدم السلاح ذخيرة من نوع 9x19 Parabellum، حجم المسدس مضغوط للغاية، وقد أضافت الشركة المصنعة وسادات خاصة للمقبض، ما ساهم في زيادة مستوى الراحة وتحسين القبضة أثناء الاستخدام. بالمقارنة بالنموذج السابق، زود النموذج الجديد بزر أكبر لفتح الخزنة، بالإضافة إلى زناد محسن، والأهم هو نظام جديد حاصل على براءة اختراع خاص بتثبيت البصريات. يزن السلاح حوالي 793 جرام بدون ذخيرة، وسعره $800. M2A1. تم وضع المدفع الرشاش الأمريكي الثقيل M2 في الخدمة في العام 1933، والذي استخدم في العديد من الحروب، ولم يتم تعديله حتى عام 2010. في ذلك الوقت تم تطوير نسخة معدلة من هذا السلاح لصالح القوات الأمريكية. لسنوات عديدة أثبت السلاح فعالياته العالية، لذلك فقد أبقت الشركة على خصائصه التقنية دون تبديل.
التغيير، يصل معدل إطلاق النار إلى 600 طلقة في الدقيقة. للسلاح نطاق تأثير فعال ومثير للاهتمام يصل إلى 1800 متر تقريبا. أما الاختلاف الرئيسي في النسخة المعدلة فهو تصميم المدفع الرشاش. السلاح مزود باسطوانة تغيير سريع مع مانع للهب وقبضة خاصة، على عكس النموذج السابق. يستغرق النموذج الحالي من السلاح M2A1 وقتا أقل، ويحتاج إلى مهارة أبسط لتغيير الاسطوانة، لذلك فيظل المستخدم في أمان حتى في حال وقوع خطأ ما. كورث سوبر سبورت. يبدو هذا السلاح وكأنه أحد أسلحة ألعاب الفيديو، ولكنه في الواقع حقيقي تماما، وهو مصمم في الأساس من أجل ألعاب التصويب. يحتوي السلاح على اسطوانة تقليدية ذات 6 جولات قابلة للطي جانبيا ناحية اليسار من الهيكل، كما يحتوي أيضا على مزلاج بزر مكبر، بالإضافة إلى قضبان بيكاتينية متعددة على قمة وجوانب الاسطوانة. يطلق السلاح أعيرة من نوع 357 ماجنم، ويمكن استبدال الاسطوانة بأخرى لاستعمال ذخيرة صيد 9x19 لوجر. سعر السلاح كورث سوبر سبورت $4,500. IWI Tavor TS-12. للوهلة الأولى لا يبدو هذا السلاح كبندقية. ما يميز هذا السلاح عن نظائره هو آلية بول بوب، حيث توجد الخزنة خلف الزناد. كذلك يتميز السلاح باحتوائه على خزنة أنبوبية دوارة. يحتوي السلاح أيضا على 3 أنابيب في المجمل، كل أنبوب بسعة 5 جولات، وكل جولة 12 وحدة ذخيرة. يمكن تلقيم كل أنبوب من أنابيب الخزنة بخراطيش من أنواع مختلفة، وللمصوب القدرة على التبديل بينها في أي وقت. جدير بالذكر أيضا أن البندقية مصممة في الأصل كسلاح تكتيكي، ومن ثم فهي مزودة بقضيب بيكاتيني وفتحات على واق اليد الأمامي لتركيب الملحقات. يمكن استخدام تلك البندقية كسلاح رياضي أو للدفاع عن النفس والممتلكات. سعر السلاح $1,200. بيرغارا سايد كيك. تمكن المتخصصون الإسبان من دمج جميع مزايا البندقية التقليدية في هيكل مضغوط بشكل لا يصدق. لا يتجاوز طول اسطوانة هذا السلاح 10.5 بوصات، ولجعله أكثر راحة أثناء الاستخدام أضاف المطورون دعامة خاصة. تصميم السلاح قابل للطي، ما يجعله صغير الحجم وسهل الحمل والنقل، حيث يمكن تخزين البندقية بسهولة في صندوق السيارة أو حتى في حقيبة الظهر. لزيادة الدقة تم تزويد السلاح بقضيب خاص. يطلق النموذج ذخيرة من نوع 308 وينشستر. سعر السلاح $2,900. روجر بي سي كارباين. قبل بضع سنوات أضافت الشركة الأمريكية روجر نماذج جديدة مهمة لمجموعة أسلحة كارباين النصف أوتوماتيكية، حيث قدمت الشركة المصنعة عدة طرز بخزن وقدرات مختلفة. من بين هذه الطرز نقدم لكم هذا النموذج الظاهر على الشاشة الآن. تستخدم هذه البنادق ذخيرة من نوع لوجر عيار 9 ملم، وهي تختلف عن نظيراتها بفضل تصميمها الفريد الذي يتميز ببنيته سريعة التحرر، بالإضافة إلى الهيكل المقوى بالألياف الزجاجية وواق اليد المصنوع من الألومنيوم. جهاز الاستقبال والتمديد بالسلاح مصنوع أيضا من سبائك الألومنيوم. يبلغ طول اسطوانة السلاح 16 بوصة، ويبلغ وزن البندقية الإجمالي 3.5 كيلوغرامات تقريبا. أما ساعة الخزنة فتصل إلى 10 جولات. سعر السلاح $979. سميث أن ويسون M&P12. عندما تم الكشف عن هذا السلاح لأول مرة في أغسطس الماضي، وصفته وسائل الإعلام بالبندقية الوحش. في هذا السلاح تم تطبيق آلية بول بوب، حيث تقع الخزنة خلف الزناد. يحتوي السلاح على خزنتين أنبوبيتين منفصلتين، سعة كل منها 7 جولات، لذخيرة عيار 12 ملم. كبديل يمكن استخدام خراطيش صغيرة ما يزيد
المزيد من الساعة. تعتبر هذه البندقية بمثابة سلاح تكتيكي، ويمكن تزويدها بمختلف أنواع الملحقات للتخصيص الدقيق. على الرغم من حجمها الظاهري وقوتها، إلا أن البندقية M&P-12 تعتبر بندقية صغيرة نسبيا، حيث يبلغ وزنها 4.5 كيلوغرامات تقريبا. يتميز تصميم البندقية بالتوازن والتماثلية، وقد صممت في الأصل كسلاح عسكري. سعر البندقية $1,185. تريل بلايزر بيفوت. في البنادق نصف الآلية يكاد يكون من المستحيل دمج خاصيتي قابلية النقل والوظيفية معا، ومع ذلك فقد نجحت شركة أمريكية في طرح هذه البندقية شديدة الصغر للبيع خلال العام الحالي 2022. لا يتجاوز طول البندقية 21 بوصة، وهي قابلة للطي. يطلق النموذج ذخيرة من نوع بارابيلوم 9x19، وجب تسليط الضوء على بعض الميزات المثيرة للاهتمام في هذا السلاح، بما في ذلك الأسهم القابلة للسحب، أسطوانة السلاح مقاس 16 بوصة وملولبة، كل ذلك بالإضافة إلى بعض الخصائص الضرورية الأخرى من أجل التأمين أثناء الإطلاق. سعر السلاح $1,795. شكرا على المشاهدة، وأخبرونا في التعليقات أي من الأسلحة المدهشة التي استعرضناها على قائمتنا اليوم قد أعجبتكم أكثر. ولا تنسوا إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وللمزيد اشتركوا بالقناة، ولا تنسوا أيضا تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.